وين ما كنتم مشاهدينا بدي احييكم مع الحال عنا دائما عبر الاب تي في ومع بدايه هالاسبوع لانه نهايته بعتقد بتصير عنا عيد الفطر السعيد ينعاد على الجميع. ومع البدايه معلومه بمعلومتنا لليوم صدر عن دار الفتوى بالجمهورية اللبنانية بيان بيقول يجب التماس خلال شهر شوال لعام 1438 هجرية ووجوبا كفانيا بعد غروب شمس يوم السبت الواقع في 29 من شهر رمضان المبارك الموافق 24 من شهر حزيران الحالي 2017 ميلادي. فعلى كل من يشاهد هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم السبت المذكور الحضور إلى دار الفتوى للإدلاء بشهادته في اجتماع العلماء وقضاة الشرع الشريف الذي يعقد بمشيئة الله في دار فتوى برئاسة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وسوف يؤدي المفتي دريان صلاة وخطبة عيد الفطر عند الساعة 6:15 صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت ويتقبل التهاني أول أيام العيد بدار الفتوى من الساعة 10 للساعة 1 ظهرا. كمان صدر على المكتب الشرعي بمؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله بيان بيقول فيه يوم الأحد الواقع فيه 25 حزيران يونيو 2017 مسيحي هو أول أيام عيد الفطر السعيد بحسب طبعا المبنى الفقهي للعلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله بالاعتماد على المعطيات الفلكية العلمية الدقيقة. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 وبيخذ أول اتصال لليوم. ألو ألو بونجور. بونجور أهلا يعطيكم ألف عافية. أهلين معك أليم خايل. إيه أهلا وسهلا عم بحكيك من زوق. زوق مكيل أو مصبح؟ زوق مصبح. إيه تفضل. نحن في عنا بناية الأف أم بسموه على الأوتستراد المعروفة. نعم. في أرمة موجودة على سطح البناية وفيها شكوى مقدمينها للبلدية. نعم. لأنه البناية عمرها فوق 70 سنة. نعم. وحاطين أرمة عليها إعلانات. نعم. بتشكل خطر على البناية. شكينا للبلدية، البلدية وقفت له الرخصة للزلمة وما عم بيشيلها بعدها موجودة بالقوة. إنه تشكينا عند قاضي أمور المستعجلة، كلف لنا خبير مهندس ألفريد كرم، بتقريره بيقول ألفريد كرم إنه هيدي الأرمة الموجودة على سطح البنية بتشكل خطر على السلامة العامة. نعم. لازم إزالتها فورا. المحكمة بعدها لحديت اليوم ما بتت لنا فيها لأنه ساعة بقولوا القاضي مريض ومن الامور هيدي. رجعنا البلديه، البلديه بتقول انه نحن من 2017 مش عاطينه رخصه، هو حاططها بالقوه. هي المحكمه لازم تنظر بالموضوع يعني لانه صار بالقضاء ما هيك؟ يعني لازم تؤمر. لا مش ضروري، نحن فينا فيها البلديه توقف له رخصه وتشيله اياها، مش قرار المحكمه. ما هو عم بتقول انه البلديه طالبه منه يشيلها ما عم بيشيلها. لا مبلغينه والمحامي تبع البلديه قال لي انه قدمنا له انذار. في عنده شخص عم بيحكي باسم القوات من الاخر لنحكيها وعلنان، هو الاستاذ شوقي دكاش، عم بيرجع له بهالامور هيدي انه طولوا بالكم وما على شيء. نحن بنقول له استاذ شوقي اذا هيدي الارمه موجوده على سطح بنايتك تعا شوف البنايه عندنا كيف عم بتهر حجر ورا الثاني، وهيدا الزلمه ما فرقانه معه عم بيستفيد فيها لمصلحته الشخصيه. على كل حال نحن رح تبعها انا مع البلديه لشوف شو ممكن تعمل البلديه، واكيد نحن ما بدنا يكون في شيء يكون خطر على السلامه العامه، هذا اهم شيء. اهلا وسهلا فيك. تقرير الخبير بيقول انه هيدي بتشكل خطر على السلامه العامه، نحن يعني لازم ازالتها فورا. من هيك عم بقول لك مسيو انه رح نحكي مع البلديه اذا شيء بيتعلق بالسلامه العامه فالبلديه تتحرك. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال انقطع الخط، خط اخر. الو 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 تفضلي. الو اهلا تفضلي. مدام ريبيكا. نعم. يعطيك العافيه. اهلا مدام ريبيكا، صراحه انا بحاجه لمساعدتك كثير.
شو الموضوع؟ صراحة نهار الخميس وصلت أختي من السفر على مطار بيروت، فوصلت هي على الكونتوار حتى ما بيحطوا الشنط، حطت شنطها على العربية وفاتت حد الكونتوار، شافت أهلاتها ناطرينا جاي تصيف وتعيد معهم. بتسمعيني مدام؟ نعم نعم. حطت شنطة، شالت جزدانها من كتفها، حطته فوق الشنط حتى دغري، عبطت أهلاتي عم بتسلم عليهم، برمت هيك لتاخذ الشنط بتلاقي جزدانها اختفى. انسرق معها؟ انسرق بقلب المطار؟ بنص المطار حد الكونتوار ل اللي بفوتوا المسافرين وكل المسافرين حواليها. نعم. قدمت هيك لقيت اختفى جزدان وبنص حرم مطار جاي تعيد، كل مصرياتها فيه جاي تصرف، هلا صارت بدها تاخذ من اهلي. صراحه عملوا لنا ازمه، طلعنا تشكينا بالمطار، قال بدهم يراقبوا الكاميرات وما كاميرات. مزبوط. ومدام ريبيكا مبلغ كثير كبير الى قدايم الجايه على لبنان اساس شهر رمضان شهر الفضيل تيجي تعيد هي واهلاتي، تطلع على البيت ما معها جزدانها، ما معها ليره، ما معها اغراضها، وبعدهم عم بيماطلوا فينا لنشوف الكاميرات وان شاء الله يكونوا ماشيين وما ماشيين. بترجيك تساعدينا مدام باي طريقه كيف فينا نحصل حقنا ونرجع هالجزدان. مدام عندك اي متى وصلت هي؟ عندك تاريخ او رقم الشكوى او شيء بالمطار؟ كل التفاصيل عندي اياها، يا ريت بقدر بحكيكي مدام ريبيكا تحت الهواء لاعطيك التفاصيل. أوكي. والاسم وكل شيء، لان مش حابه. عظيم. دكور. سمي على الهواء، بنحكيكي برات الهواء. اهلا وسهلا فيك. اتصال اخر. الو مدام ريبيكا. نعم تفضل. انا طالب بالجامعه اللبنانيه، مسجل اختصاصين بذات الوقت. نعم. بنتفاجئ بكم يوم الجامعه اللبنانيه بيمنع في انه الطالب يتسجل اختصاصين بذات الوقت لسنه الجاي. نعم. ما بعتقد انه هيدا القرار انه عادل، هيدا ظالم بحقنا، نحن ما عم نعمل شيء غلط، نحن عم نتعلم، هيدا حقنا بالتعليم. ما بعرف شو الهدف منه، بيقول انه هو عم بيكافح الفساد، ما بعتقد انه ابدا هيدا فساد، بدل ما نتكرم على جهودنا بنقوم نتفاجئ انه بهيدا الشيء اللي عم يمنعنا. يعني خيروكم انه بدكم تختاروا فرع، يعني اختصاص واحد مش اثنين. هلا هو اصدر من كم يوم القرار انه ممنوع، بعد ما بتاخذ اذا اللي يعني تسجل من قبل اختصاصين يمكن يعلقوا له الاختصاص الثاني، لكن خلص الاختصاص الاول ليقدر يكفي بالاختصاص الثاني. بالجامعه اللبنانيه مين طلع القرار؟ المدير العام؟ يعني مدير رئيس الجامعه اللبنانيه فؤاد الايوبي. اوكي خليني اشوف شو هيدا القرار وحيثيته، برجع اكيد بعطيكم جواب. كمان اتصال. الو. الو. اهلا. بونجور. بونجور. بليز احكي لكم، بدي اشترك مع مدام ريبيكا. معك ريبيكا تفضل. بونجور مدام. بونجور. مدام عم بحكيك الي صليبا. اهلا. من مجلية قضاء صغار. اوكي. بالنسبة لتليفون الارضي 06. نعم. صار لنا تقريبا من 2010. نعم. جينا تنقدم على تليفون 06. نعم. بيقولوا لنا ما في شبكه وما في خطوط وما في شبكه. رح تنحل المشكله لانه هلا في مناقصه، بفتكر اليوم رح يفتحها معالي الوزير، وبهذا يعني بتصور على طريق الحل بكل لبنان، على طريق الحل هذا الموضوع. طيب نطرته شوي، اكيد يعلن عنها. صرنا 2018 رح نسير وما عدنا 100%، لانه في استراتيجيه جديده عند اوجيرو مع معالي الوزير، وبفتكر ماشي على الطريق الصحيح، يعني قريبا بتبلش رح تصير لكل اللبنانيين، يعني ما بعود فينا نقول هون ايه هون لا، في تغيير سنترالات وفي، لانه المشكله مرات ما في علبه وما في خط وشي من هالنوع، بفتكر على طريق الحل مسيو. كمان اتصال. الو. اهلا. بونجور. بونجور. يعطيكم العافيه. اهلين. في مدام ريبيكا، في من كم يوم في شاب زميلنا حكي معكم بموضوع المحاسبين الناجحين بالجمارك وبال نعم اوكي وبالمراقبه المحاسبه، في حددوا طلب انه موعد مع فخامه رئيس الجمهوريه، بس بدنا نعرف
على الموضوع، حكيتي هالموضوع ولكن صراحة لما اتصل فينا كلنا بنعرف كان موضوع برئاسة الجمهورية، كان في قانون الانتخاب إذا بتتذكر. طيب ونحن طيب مع أنا صاحب عندنا طلبت الموعد. طيب مدام ريبيكا، هذا لأنه باسمي بدي أطلب الموعد، عرفت؟ قضية مهمة، يعني قضية محكة، يعني إنه بي الكل إنه بيعرف إنه هو بيستقبل كل الناس وبيستقبل كل العالم 100%، بس ونحن ناس كفؤين، يعني إنه هذا خليني أحكي، نحن هو يعني ضد الفساد، يعني هذا توقيف هذا المرسوم هو الفساد بعينه، يعني يعني هذا فخامة رئيس، وهو بيعرف إنه نحن بنعرفه إنه هو مع الناس الكفؤين ونحن من الناس الكفؤين، يعني إنه بس بدنا إنه ولو يشوفوا ولو ضيقة واحدة، إنه بس بدنا نعرف إنه يعني إنه مستقبل هالشباب إنه عم يضيع، و ومستقبل إنه ما في مصير وشوي، وبعدين نحن في رابعة وانطرنا ثلاث سنين وانطرنا، يعني إنه قضية مهمة، يعني قضية محكة أستاذ، خليني أحكي قضية محكة، يعني إنه هذا أعطيني مجال جاوبك، يعني لازم نحل ناس ناجحة بكفاءتها ومجلس الخدمة المدنية. بس بعرف بعرف، بس أعطيني خذ نفس وأعطيني تأحكي، خذ نفس خليني أحكيك. أنا إذا طلبت القص الجمهور طلبت موعد، بس باسم مين الموعد؟ عاملين لجنة مصغرة؟ نعم، في لجنة، لجنة لمحاسبين، في ناس، في شباب، مجموعة شباب عاملين، إنه مجموعة شباب هني رح يروحوا، يعني يزوروا. أوكي، بس في رقم حدا منهم يتواصلوا معه يعطوه الموعد إذا طلبنا القصر الجمهوري نحن؟ هذا سؤالي. يعني نعم في طبعا مدام ريبيكا، ما عم بقول لك ان احنا في مجموعه شباب هني عم يتواصلوا، بس اعطيني رقم حدا منكم تا اذا حكيوكم من القصر يقول لكم تفضلوا شرفوا النهار شوفوا. نعم نعم نعم، مين بحكي؟ حضرتك؟ حدا تاني؟ نحن بنرجع بنحكيك تحت الهواء، بتعطونا رقم؟ بعطيك رقم حدا تحت الهواء، ما بعرف. كثير منيح اكيد، لانه كيف هيك بتلفن انه بدهم ياخذوا الاسم، بدهم ياخذوا رقم التليفون تيتواصلوا معكم. اهلا وسهلا فيك. هلا تحت الهواء بنرجع بنحكيك، بناخذ كل التفاصيل. كمان اتصال. الو بونجور. بونجور. معك مواطنه من ضمن بلديه جديده. ايه اهلين. بس سؤالي، طلع قرار بالغاء المطبات صح؟ نعم. بازاله المطبات. نعم. ونحن بضمن بلديه جديده ولا مطب نزال. في بلديات ما شالت المطبات لانه عم بتاثر على السرعه، واذا في ناس او مدارس او اولاد عم بيضطروا يتركوا المطبات. انت وين تحديدا بجديده مدام؟ انا من ضمن سبتيه روضه. سبتيه روضه، اوكي، نحن رح نبلغ البلديه اذا بيشلوها، بنقول لك يعني بنبلغهم ليشلوها. انا كمان بدي احكي بموضوع سبتيه روضه، حدا اتصل فيه الاسبوع الماضي بموضوع، شكرا لك مدام، عم جاوب على حدا تاني، موضوع الأنايات عم تتنظف كلها هلا الأنايات، يعني اللي عرفته في حملة لكل الأنايات عم تتنظف كلها بالمنطقة كلها، كل نطاق البلدي. فاصل ومنتبع. منتبع الحل عنا عبر الام تي في، باخذ اتصال جديد. الو. الو بونجور مدام. بونجور. معك نصري بوزردان. ايه اهلين. بدي ازعجك، انا مشكلتي مع الكهرباء. نعم. بسمعك على التليفون ولا على التلفزيون؟ على التليفون، تفضل. على التليفون. نعم. انا مشكلتي مع الكهرباء. شو القصة؟ القصة انه انا هون بالزوق قبل الهوليداي بيتش، قبل تنال نهر الكلب. اوكي. هلا حاليا بالوقت الحالي عم تنقطع الكهرباء عنا من 13 شهر لليوم 12 ساعة كل يوم. اف. بعد ما بلشت الصيفية. نعم. وحد شركة الكهرباء يعني. نعم. اتصلت صراحة بالبيس، مشكورين يعني بيعرفونا عن الغيب صاروا. نعم. أنا عندي موتور بالمحطة. نعم. وعامل اشتراك مع موتور. نعم. هذا الموتور هلا صار خطي غير خط اللي فوق. نعم. نحن عنا عم تنقطع عند الموتور الاشتراك، ما عم تنقطع. نعم. حاولت استفسر انه ليه صرنا هيك، قالت لي انه احنا بالبيس ما خصنا، بدك تشوف حدا بشركة الكهرباء. نعم. فبقى تعطيني العنوان وين اذا بتريد، فاذا زوق مصبح. نعم. شارع الفنادق اسمه. شارع الفنادق، اوكي. هو بيصير بين الرمال والهوليداي بيتش المحطة. اوكي، عندك رقم تليفون؟ نعم. 03. نعم. 25-11-02. اوكي. اهلا وسهلا. كمان اتصال انقطع.
على كل حال بدي احكي شوي بمتابعات يعني تبعنا اليوم موضوع المي بمنطقه مزرعه الشوع. لما اتصلوا فينا انه في مجرور يعني أسطر مي داخل بقلب المجرور واتصلوا بمياه المتن وبالبلدية وكلمة بزت على الثاني. صراحة وصلت لمدير عام مؤسسة مياه بيروت جبل لبنان ورح أكيد يتابعوا العملية ليشوفوا كيف انمد. يعني مدير العام بيجزم أنه أكيد مش مياه بيروت هي مدت أسطر ضمن أسطر. بكل الحالات نحن بهمنا ناكل عنب، رح نشوفوا شو الموضوع بالذات. كمان بقدر طمن انه الدلبيا اللي اتصلوا فينا انه بعد ما مشيت القصه المحطه الجديده اليوم في اشغال عليها عم بتصير وماشي الامور، يعني بفتكر اخذوا بلشوا ياخذوا ويعني ثلاثة أربعة بتنتظم اكثر عمليه المي بالمنطقه الدلب. كمان بشارع الانوار بعتقد كان في اشغال مشي حالها، بيبقى عندي كمان بعشقوت مفروض يكون رجعوا اخذوا مي لأنه كمان في مشكلة أشغال عم بتصير وبتصور كمان المي رح ترجع توصل بشكل طبيعي. باخد اتصال. ألو. إيه ألو. تفضل مسيو. بونجور مدام ربيع. بونجور. معك مواطن من مفرق الروضة. إيه أهلين. بالنسبة للسواقي أو المجاري اللي عم يحكوا عنها أنه بدها تنظيف. نعم. هيدي ما بدها تنظيف، هيدي بدها سقف يسقفوها لأنه متلاية الدنيا برغش ومجرير، بايام الشتاء ما بتبين لانه المي تبع الشتاء ماشي. نعم. بالصيف بتفوح ريحه المجرير منها، واجا حضره رئيس البلديه لهون من 10 سنين تفرج عليها وفل. اللي مطلوب انه يسقفوا هالنهر هيدا ويسكرون لانه الروايح عم تطلع منه والوسخ منه. اوكي. وثاني شيء بالنسبه للشارع النظيف اللي كان مرتب وفيه صنوبر وعملته البلديه واهتمت فيه صار مكب للزباله. النقل من الدكوانه على الروضه لجبر الخواطر. هو كان بمنطقة الدكوينة كبولة عنا، صار شارع الزبالة اسمه عمفرة الروضة. اوكي، نحن منتبع. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو. الو بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. بدي اسألك سؤال، يا هل طار كل هالنواب من ثلاث سنين بعد ما جابوا مطرح للزبالة، ما اخترعوا مطرح للزبالة؟ يعني حقهم هدول اللي عم بيعملوا بزهرات معطرين وعم بياكلوا قتل، بس عيب عليهم يعملوا لاولاد اولاد اولاد، وان هيدا مرض مرض للسمك ولكل شيء. وبدي اسالك في بشركه ترامواي بيشات من ايام الحرير الله يرحمه رمادي وابيض، وبعدين اجابوا احمر احمر وابيض، كنا نروح فيه، كنا نأمن نروح بالبيشات. هلا كيف بدنا نأمن؟ لا بالتاكسي من السرجن نروح ولا والتاكسيات ما معنا، بدنا ندفع عصريت عصريت، بالسيرفيسات عم نخاف. كيف بدنا نأمن على اولادنا يروحوا على البحر يروحوا يشموا؟ نحن كلنا كيف بدنا نروح؟ بس خليهم يسألونا، جيبوا هالبوستات يعملون، لأن سيرفيسات ما بقى تساع، بيوس بساعة 30 40 شخص بيطلعوا بينزلوا، سيرفيس بساعة 5 6، يعني وين هن شو عم يحكوا ثلاث اشهر قاعدين بس ياخذوا معاش؟ خلينا نقوموا، والشعب كله هو بيعمل تسطيع للبلد، ما بدنا ساعتها لشو قاعدين، كله لشو بس من العدد للمعاش يصير حياته، الله يفرجهم ان شاء الله ينورهم عقلهم، الله يطلع منك يا حبيب قلبي يا مش العون، تكسر لي راسهم هيك شيء بالعصا بجنزير حديد مثل ايه بالسنغال، ميرسي. اهلا وسهلا فيك. انا اللي بدي اقوله نحن من زمان كنا منتظرين مشروع النقل الحضري يلي بلش، ويلي من ضمن المشروع يكون في محطات للبيوسات، الناس مثل كل دول العالم توقف على محطة بتاخد البيوس بوصلها، منخفف عجقة السير، منخفف على المواطنين، من حق اللبناني يكون عنده نقل عام منتظم. ولكن للأسف لليوم بعد ما صار ما بعرف ليه. هلا بالنسبة لموضوع النفايات يمكن مش النواب شغلتهم، ولكن شغلتهم يصرخوا مع المواطنين حتى نلاقي حل، لأنه رجعت تطل قضية النفايات هلا من جديد ورجعت تبين، وبفتكر اليوم هو آخر نهار بتشتغل فيه الكوستا برافا. هلا ما بعرف شو رح يكون فيه مستجدات، المهم إنه نحن بعدنا بأزمة نفايات خصوصا بجبل لبنان. كمان اتصال. ألو. ألو. أهلا مسيو. بونجور. معك عبدو مصن الفيل. اهلا مسيو عبدو. في عنا هون مشكله بالمواقف، كل واحد عنده محل بحط كرسي قدام محله وبحط عربياته برا واقفين، وقدام محله بعده فاضي. وين بسن الفيل؟ سن الفيل حد مدرسه الانجليه. هلا مدرسه الانجليه عنا حطوا جنازير على طول المدرسه، ايه
حتى ما حدا يوقف عندهم، وهن بيوقفوا برا وقدامهم بضلوا فاضي كل النهار وكل الليل، وما عندنا لا مواقف ولا شيء. خليني احكي مع البلديه شوف كيف بدها تنظم الموضوع. اهلا وسهلا فيك، بدي اشوف البلديه كيف بدها تنظم موضوع المواقف. كمان اتصال. الو الو الو، تفضلي. الو، يعطيك العافيه. اهلا مدام. لو سمحتي، نحن طرحنا عليك من الغازيه قصه تبعون لمدرسه الامم المتحده، واليوم وصل لي مساجك مدام حمدان. ايوه، وصل لي المساج تبعك انه من بعد ما اثرت الموضوع بالبرنامج مش الحال، رجعوا هلا من يومين، رجعنا من جديد. ايه، وطلعنا نحن على البلدية، ما حدا يعني اللي حولونا، رئيس البلدية ليجي ليجي ليجي، هيدا لهيدا يعني. واللي مأجر، يلي مأجر هو عضو بالبلدية أحمد غدار. أيوة، عضو بالبلدية، موظف كمان هو دي خاص عند الحاج، عند رئيس البلدية، وهلأ مقدم كمان على وظيفة بقلب البلدية كمان، وظيفة جديدة. أنا هذا موضوع ما بيعنيني بقدر ما بيعنيني. إيه؟ إذا الأمة، إذا يعني هل أجارده من بنية سكنية وكذا عدد من الطلاب، يعني ما بعرف قديش بيستوعبهم البناية. إنه فيكم تجوا وتشوفوا يعني شيء تأثير، شيء ما بيتصدق، عيب عيب. بعدين الخبيط اللي عم يعملوه الموظفين، كنا بالطلاب وبالأولاد صرنا بالموظفين، على قلة احترام يعني. صار انه بالجكاره بالموجودين، انه باهل البنايه اذي كراسي تخبيط ابواب، عيب هيك، عيب. انه شو بدهم يعني، ما حكينا بالمنيح، ما حدا عم بيرد يعني. لوين بده يوصل الواحد؟ مع مين بده، لمين بده يحكي؟ اذا بلديته ما قدرت تعمل له شيء، لمين بنوصل؟ هو اذا تجاوبه اول فتره ما بعرف ليه هلأني يعني، ما بعرف، ما بقدر جاوبك، لارجع احكي مع البلديه لاشوف شو عاد صار. اهلا فيكي. كمان اتصال. الو الو، اهلا. بونجور بونجور مدام ربيكا. نعم، بخصوص الكوستا برافا. اي، جمعه الماضي وصلناها لعندكم، هيدا المتاحد قالوا له الاخ الشاب يشيل زباله، فيغسل رمي بالبحر ويزق كل الناس سوا للمنطقه الداخليه بيقول ما في سكن، وشمينا كنا ريحه سكان مشاهير وزباله، وكل الناس مرض دورها عم تفلى اليوم معنا وزعيمنا رايحة. بلدية الحدث قالت كمشت كميون واثنينهم، في اثنين مرة وشغال حمرة قدامهم، وطلعت خبط النهار انه منطقتكم كيف ريحة يعني. الكوستا برافا ما بعرف شو رح يصير يعني، هذا القرار للدولة، مع انه كان في رفض من اهالي المنطقه انه ولا ساعه زياده. هلا ما بعرف شو الدوله رح تقرر وين لقيت مكان اخر يعني. نحن عم برجع حذر انه هيدا موضوع رجع من جديد يطل، ونحن على ابواب صيف وابواب سياحه ان شاء الله، وسلامه الناس اهم من كل شيء، ان كانوا لبنانيين او اقتراب اللي بدهم يزوروا لبنان. هيدا مش الوجه الحلو لمدينه بيروت ولا كمان قرب المطار ولهالمنطقه هيدي. كمان اتصال. صورة اليوم نشوفها سوا. يعني هيدا فيديو وصلنا اليوم، ما بعرف كيف ماشي هالسيارة، ما بعرف، على الأوتوستراد وما حدا وقفها، ما بعرف شو عم تعمل هيدي السيارة صراحة، شي غريب. ما بعرف إذا توقفت كمان، ما في رقم ولا في أي شيء، شي غريب على طريقنا. وبيقولوا ليش بتصير حوادث، برسم طبعا المعنيين. وانا بعطيكم موعد بكره دايما عبر الام تي في، الى اللقاء.